الكريم ماجستير الكوليج الرسمية ستة مقرر 407.5 في 410 شعب أدب. لما عرفت النتيجة كان إحساسك إيه؟ كنت بصراحة كنت صحية أشوفها مش عايزة أشوفها كأني ضمن اسمي فيها أو حاجة أو ما كده، لا أنا كنت صحية أشوف في حد عارفاه في حد قريب مني الكلام ده، لغاية ما اتفاجئت إن في اسمي آية تامر شوقي. بعد كده ما سمعتش ولا ترتيبي ولا ضربتي أصلا، كان في بقى صريخ وعياط لمدة ساعتين تقريبا لغاية ما ماما جت من الشغل وكملنا عياط برضو تاني بس لغاية ما كلمتنا بقى. كنت حاطاه تمني خفيف يعني نفسي، بس ما كنتش يعني مش حاطاه هدف عشان الهدف بيفرق عن التمني. بس حصلت ما حصلتش خلاص ربنا شايل لي حاجة أحسن من حتة تانية. بصراحة لسه هصلي صلاة التخرج إن شاء الله وأشوف أنهي كلية تناسبني، بس غالبا هتبقى يا إما إعلام أو سياسات. إعلام لأن أنا في قسم اسمه علاقات عامة وإعلان، بحب التسويق والإعلانات وفكرة الماركتينج والكلام ده كله. وسياسة اقتصاد عايزة قسم اقتصاد أو إدارة أعمال، عايزة أشتغل أخش في مجال الشركات البورصة والكلام كده. الموقف ده حصل لي كتير قوي على مر السنة، أولهم كان في أجازة نص السنة، أسبوع نص السنة ما قدرتش أذاكر فيه أي حاجة، كنت بلعب بس. بعد الترم التاني بقى داخله مش مراجعه اللي فات فناسيه كله، كان في امتحانات على اللي فات، فالدنيا اتراكمت عليا واتزنقت شويه. بس الحمد لله لما فكره الحظر لما جت سهلت عليا ان انا خلص اللي فات. بس بعد كده فوقت على الحظر ده ان هو احنا ما عندناش مدرس، طب هنعمل ايه؟ فاشتغلت بقى اونلاين ويوتيوب لغايه ما ربنا كرمني. لا شايفه من ناحيه الماده العلميه ان هي قللت فعلا وحذر المواد اللي خارج المجموعة اتحذفت، ودي كانت بسطاني شوية. بس كنت حزينة ان مش في حاجات ما اتلمتش في المراجعة. هل انت ايه من طبيعتك الطالبة اللي بتطلع من الاوائل على طول كل حياتك الدراسية؟ الحمد لله بس كان في كام سنة بس اللي ما اتلمتش فيهم اخبطت الحمد لله، وما كنت اطلب اي حاجة، ما كنتش حاطة قدامي هدف ما اطلع من الاوائل، كنت يعني بأمن عليا وبيعرف. اكتر ظروف صعبة مرت عليا مرض والدي كله مستشفى أكتر من شهر، هو بتعب مرتين السنة دي، وأنا بالنسبة لي بابا وماما لازم يبقوا معايا، لازم يبقى جنبي، خصوصا إن هو تعب قبل الامتحانات على طول في المدرسة في آخر 10 أيام، دي كانت صعبة عليا جدا، وتعب برضه في شهر واحد، فاللي هو تعبانة نفسيا، بس كان واجب عليا إن أنا أكمل. طب تنصحي إيه اللي يدخل ثانوية عامة أو اللي السنة الجاية إن شاء الله في تالتة ثانوي؟ أنصحه إن هو ياخد مع مدرس بيحبه وبيذاكر له من كتاب مدرسة، لازم كتاب مدرسة، الامتحانات كلها من كتاب مدرسة، دي حاجة. الحاجة التانية إن هو يثق في ربنا ويشتغل على نفسه جامد، دي أكتر سنة بأمانة هتقربه من ربنا مش أي سنة تانية، دي حاجة تانية. تالت حاجة إن هو يعمل عليه أول بأول، لأن التراكمات هيلاقي طب نخلي ده بكرة، طب نخلي ده بكرة. أنا صحيح كنت بتزنق كتير، بس كنت في آخر أسبوع اللي كان مساعدني كان في يومين فاضيين، ساعات كنت بملاهم، كنت بخرج بخلص اللي ورايا، انا كنت بعرف اقسم وقتي الحمد. طيب كنت بقى احنا بقى عشان بنات وكده، فكنت بتساعد مامتك في الشقه والترويق والحاجات دي بس لا بصراحه بس نسبه 2% عشان ما بقاش كده شيل الاكل ومش عارفه ايه الم مش عارفه كده، لكن الدور كله كان على ماما وندى. طيب تنصحي الناس اللي هم في ثالثه ثانوي حاليا السنه الجايه ان شاء الله ان هم يقرصوا حياتهم من الدراسه كلها ولا لا؟ الانبوبه لو عليت من اول السنه هتضبط نص السنه، انت يعني معلي الدنيا خالص وحماس وارجع اذاكر وحل وارجع 100 مره في اليوم و700 مره واذاكر 17 ساعه في اليوم وساعه واحده نوم، الكلام ده مش هينفع، مستحيل ده يحصل. عملت كده ضاع حماسك اخر السنه بقى في شهر 4 خلاص انت مفتح حقيقي. انا ما كنتش عامله كده لان بابا وماما كانوا معلمين ان انا ما باخدش كل حاجه على اعصابي، لا والراحه والراحه كله هيعدي. يعني اهلك كان ليهم عامل كبير جدا في نجاحك؟ ربنا الحمد لله. كانوا بيسهروا بقى جنبك وبيسمعوا لك وكده ولا؟ ماما ما كانتش بتنام غير لما انا انام، كانت بتجهز الاكل دايما، كانت بتجيبه لي، كانت معاصره جدا ومواجهه فتره عياطي وحزني وقله نومي وتوتري، كل ده كان معاها الحمد لله. وبابايا برده كان ليه علم نفسي كبير، اختي برده عشان ما تنساش.